معانا كابتن ريع. ومساء الخير يا كابتن ريع. انا مساء الخير، اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا في الاهلي اليوم. ربنا يخليك. احنا طبعا كان بيتكلم المهندس شريف حبيب عن حضرتك دلوقتي وعن شخصيات كتيره قوي قدمت جهد كبير لنادي المقاولون العرب. مساء الخير عليكم جميعا، وبحيي سياده الوزير المهندس شريف حبيب، وبضم صوته لصوته الحقيقه في يعني تقديم واجب العزاء في زميل الدراسه كابتن حازم كرم مدرسه السعاديه وزميل الملاعب، وكذلك استاذي وكابتني الكابتن عادل هيكل زميل الملاعب. وطبعا انا ليا الشرف تزاملت حتى معاه في اهم مباراه لعبها في حياته ضد نادي بنفيكا مع النادي الاهلي، واحنا بصدد كلام على الكابتن محمد صلاح عشان وقتكم. الحقيقه يعني كابتن محمد صلاح نفس اللي قاله سياده الوزير المهندس شريف، هي دي القصه الحقيقيه اللي حصلت بعد مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين في الفتره اللي كنت فيها مدير قطاع الناشئين من 2004 ل 2008. وطبعا الحمد لله كان كل الظروف والجو العام مهيئ لان يكون محمد صلاح وامثاله كمان النني وغيره اللعيبه الكتيره. انا سبت للمهندس شريف حبيب كشف كان فيه 52 لاعب كلهم على نفس المستوى، فبنتمنى لمحمد صلاح بعد وصول هذه المرحله العظيمه لمصر وهذه الايقونه المصريه ان ربنا يوفقه ان شاء الله النهارده، ونهني مصر ونهني نفسنا كلنا بنجاحه الكبير، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله في هذه التجربه انها تستمر. وانا بسعد بالثالث مره على التوالي بمسك قطاع الناشئين دلوقتي والفريق الاول المقاولين العرب، نعيد التجربه عشان نطلع لمصر محمد صلاح والنادي الاهلي والزمالك والدنيا كلها ينفعونا ان شاء الله على مستوى الفريق القومي وعلى كل المستويات بتاع الكره المصريه. مهتم بفكره تطوير قطاعات الناشئين يا كابتن ريع، لان النادي الاهلي مهتم بشكل غير عادي بهذا الموضوع. ايضا نادي المقاولين له تاريخ كبير في قطاع الناشئين وكان دايما بيشار اليه عندما نتحدث عن قطاعات الناشئين في مصر، الكل يقول قطاع الناشئين مميز جدا في نادي المقاولين. هل احنا محتاجين نطور القطاعات دي وممكن تعمل فرق كبير للفريق الاول في اي نادي في الفتره الجايه؟ والله انا طول عمرنا احنا كل كلامنا على فكره حضرتك موثق كله، يمكن المهندس شريف عارف الكلام ده كله، احنا بنجمد زمان لي بنمزج الخبره العمليه بالخبره العلميه دايما في سبيل التطوير. احنا السنه دي لاول مره بنعمل اختبارات جينيه للعيبه ل 35 40 لاعب تالنت موهوبين، بنعمل اكبر مركز تاهيل واختبارات فسيولوجيه للقطاع السنه دي، بنعمل طبعا حاجات كتيره جدا عشان نقدر نشتغل بالاسلوب العلمي. حضرتك شفت ايه اللي حصل بعد مونديال روسيا، اللي حصل ثوره في الاداء البدني والخططي، وحضرتك شفت بكل حاجه يعني. ده احنا ماشيين على هذه المسيره احنا وغيرنا طبعا زي الانديه الكبيره الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه الشعبيه دي كلها، بنتمنى تنجح هذه التجربه ان شاء الله باذن الله. باذن الله بشكرك جدا على المشاركه معانا، موفقين في تجربتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ريع، مدير قطاع الناشئين او مدير جهاز الناشئين في نادي المقاولون العرب.